حاجات اللي حضرتك جايبها لنا معاكي. بس وانا مش عايز اخش باسئله كتير، لكن عايز يعني استفيد والساده المشاهدين يستفيدوا من الكم المعلومات اللي عند حضرتك. اتفضلي. احنا دايما بنتكلم عن حقوق مصر في بيقولوا في مياه النيل، لكن هي حقوق في المياه وحقوق على المجرى. ايوه. ودايما كانوا اساتذتي اساتذه القانون الدولي اللي انا بأشرف ان انا تلمذتهم، ان اتفاقيه 1929 و1959 هي الحاكمه. في وقت 29 هي خطابات متبادله تحولت الى اجريمنت، وتتحدث عن العلاقه بين دولتي المصب اذا اعتبرت مصر دوله مصب. وركز على الحته دي لان هقول لك على حاجه. وتاكدت ب 59. فلما حصل ان جنوب السودان اعلنت من حوالي شهر انسحابها من اتفاقيه 1959 و1929، كان يجب ان يكون لنا وقفه في هذا الموضوع. اننا لما منحنا السودان حق تقرير مصير اديناهم 45 يوم من اجل تحديد الاتفاقات التي سيرسها تسترسها دوله الخلف من دوله السلف. فكانت اتفاقيه المياه احدها. ده كان في الخمسينات تقريبا، في الخمسينات سنه 53. وبالتالي مش من حق الدول الخلف اللي اتت من دوله الخلف اللي اتت من دوله السلف ان تقوم بالتحلل من هذا الاتفاق التعهدي. بالظبط. فاتفاقية 1929 هي ده أساسها، ده الأصل. مش عارفة الكاميرا نقدر يا جماعة باين في الكاميرا. لا هخليه زي ما زي ما هو كده. أيوة تمام. دي أصل اتفاقية 1929. هخليها ثابتة قدام الكاميرا. بالظبط. الاتفاقية بتتكلم إن ده هذه الاتفاق يتحدث عن حصص مياه بناء على ما لمصر من حق ارتفاق على مجرى النهر. إذن ما دام حق الارتفاق قائم مش من حق ولم يعدل ولم يعدل، لان انت منحت ارض نظير حق ازلي ليك على مياهك انها ان تصل للفلاح المصري في الجنوب. في جنوب هم في الاعالي الارض في اختلاف مناسيب، فكان يجب ان نحرص على هذه النقطه. تمام. واللي يؤكد هذا الكلام ان بعد 1902 ما حصلت اتفاقية 1902، بالمناسبة دايما نقول ايه ان هي بتدي حق ارتفاق للسودان، لا هي الحاكم المصري العام في السودان. لان الاتفاقية لما انا احضرت اصلها في ديسمبر 2009 وسلمتها الحكومة المصرية كان ينقصها الديباجة والاوراق التي سبقت المفاوضات ثم الملحق. ملحق الاتفاقية حاسم. وما حدث في 1903 ما زال مجهول ليهم هنا للكفة هنا. 1903 نعرف من حضرتك بقى الجون الميجور جون جوين لما ذهب وسافر ضمن لجنة تقصي حقائق لإثيوبيا، وملك الثاني منعه من زيارة الموقع. قال له أنت اعتديت على أراضي فوق اللي مصر منحتها لك. يعني هو كمان احتل. وهي دي المقام عليها السد. ولكن من هنا مصر مارست حق الفيتو في إقامة أي سدود. فلما جت إثيوبيا، أنا جبت ده من أمريكا من الشركة اللي تقدمت لشركة وايت هاوس اللي تقدم ليها إمبراطور إثيوبيا سنة 1924 عشان يعملوا من 100 سنة. فجبت الأصل بتاعها. برضو نعرضه على الشاشة. هنا فندم. قال لهم نصا. تمام. الامبراطور الاثيوبي قال لهم ثابت. تمام. قال لهم نصا. قال لهم ان الاتفاق قال لهم ان هو متفق مع مصر في اقامه اي اعمال، وانهم اعطوه الحق المطلق لما سالوه عن حقوق مصر على المجرى. فرد عليهم هذا الرد الى ان قام حسين باشا سري. وطبعا هم كانوا قبلها تقدموا بمجموعه مستندات واوراق الى ان قام حسين باشا سري كان وزير الاشغال العموميه قال لهم لا لم نعطيه الحق المطلق على ما هو حق لنا، وهم احتلوا جزء من الارض ورافضين نزول لجان تقصي حقائق. فلما مارسنا حق الفيتو لم يقام هذا السد، واحترمت الشركه الامريكيه هذا القرار في هذا التوقيت. في هذا التوقيت.